أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للمجاز وجود في اللغة العربية ووجوده في القرآن؟ المجاز إنما قرره أناس متأخرون من الأعاجم الذين تعلموا العربية ولم تكن العربية سليقة عندهم، فهم الذين جاءوا بالمجاز. أما علماء العربية والعرب الأصليون فلم يقولوا بالمجاز، لأنهم يعرفون اللغة العربية فليس فيها مجاز، ليس في اللغة العربية مجاز كما يقولون ويتكلفون، مجاز مرسل، مجاز استعارة، وإلى غير ذلك من الاصطلاحات التي أتعبتنا تعبا شديدا ولم نستفد منها. نعم.